أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تفتخر بما تحقق من نجاح على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي انعكست على طبيعة مبادرات المسؤولية الاجتماعية بكافة فئاتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك على نحو ينسجم مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى تفضل معاليه برعاية حفل الدورة الثانية لدرع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي نظمته صحيفة البلاد بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية والمسؤولين والسفراء وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. وأشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على استمرارية البناء على قواعد الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيزها بما يضمن خلق فرص واعدة للمواطنين، وذلك من خلال المضي قدما في تحقيق الأولويات والأهداف الواردة في برنامج الحكومة، وعلى نحو يستهدف مواصلة تحقيق الرفاه والاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين. ونوه معالي في هذا الصدد بدور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على قصص النجاح التي تبرز إسهامات القطاع الخاص في تنمية المجتمع المحلي، والرامية إلى تحفيز كافة الشركات العاملة في هذا القطاع بمختلف أحجامها على إطلاق المزيد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية وتبني هذه الثقافة ضمن منظومتها الإدارية وأهدافها الاستراتيجية. كما عرب معاليه عن تقديره لإدارة صحيفة البلاد وأعضاء اللجنة العليا المستقلة على إطلاق مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيدا في الوقت نفسه بما شهدته الدورة الثانية من الجائزة من تحديثات هذا، وقد أسفرت نتائج المشاركة في هذه الدورة من درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية عن فوز شركة بابكو للتكرير بدرع الجائزة الكبرى، فيما استحقت كل من شركة ألمنيوم البحرين ألبا درع التميز البيئي، وشركة STC البحرين درع التميز الاقتصادي، وبنك البحرين الوطني درع التميز الاجتماعي، حيث تفضل معاليه بتسليم الجوائز للشركات الفائزة. من جانبه عرب السيد عبد النبي الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد الإعلامية عن جزيل الشكر والامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله برعاية هذا الحدث في دورته الثانية، والتي تعكس ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بالمبادرات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.